مشاهدينا مساء الخير ومرة جديدة برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الجسر على شاشة ART أمريكا. الحلقة بتضمن فقرات كتير مهمة وصحيحة منقرب على فترة الأعياد، ولكن في مواضيع كتير مهمة ومواضيع صحية لازم نهتم فيها، والحلقة رح يكون فيها طبيبين. ضيف الأول رح يكون معي هلأ باستوديو هو دكتور لبيب رياشي، وهو طبيب مختص بأمراض النسائية، ورح يحكي عن حالة مرضية مهمة جدا الانكونتيننس والبرولابس، وأكيد رح يفصلنا على هالموضوع بعد لحظات. قبل ما بلش الانترفيو مع دكتور لبيب بدي أذكر الراحل الكاتب والشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم يلي رحل عن هالدنيا، ولكن بقيت أعماله موجودة وخالدة، ونحن ببرنامج الجسر منحب نستذكره بهالشريط المصور. خلينا نشوفه سوا. حياتنا يا ريس تعب فوق عذاب، قالولي اللي يسجد عدو النظام، حاولت احكي حالي قالولي الحكاوي نميمة وحرام، فكرت اكتب لقيتكم سيادتك منعتوا الكلام، انسى اللي فاتك وننسى الاسيل، امانة عليك حط الوطن جوا مني عينيك، كرامة عيالنا امانة في ايديك، بحق اللي بينا يا ريس وبينك، وحق اليمين والكتاب في يمينك، بحق الشهيد اللي رافع جبينك، وجيش انتصارك في يوم العبور، وجيل حر طالع وعدته بدور، لملم عيالك وجمع في مالك، فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة، وانا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبة، انا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبة، رحلت من بقى وياي يحس بضحكتي وبكاي، وحتى الجرح في من ذكرى الراحلين ولكن اللي تركوا أعمال خالدة. رح نرجع نكفي برنامج الجسر، وهالمرة رح أعرفكن على فقرة الميك أوفر مع إلي أسبر. هالفقرة مثل ما كل مرة من نستقبل فيها صبية جديدة بيكون اللوك تبعها مش عجبة، مش راضية عن حالها، وإلي أسبر والفريق المختص بيساعدها كرمال تغير باللوك تبعها وتكون أكيد مبسوطة. خلينا ننتقل لاستوديو الميك أوفر مع إلي أسبر. إلي مساء الخير. نورة. إلي عرفنا شوي صغيرة عن الصبية اللي معك، شو اسمها، قد ايه عمرها، وشو الاكزاكتلي المشكلة اللي عم بتعيني منها، وأكيد أنت شو راح تعمل كرمال تصلح لها المشكلة؟ أكيد. هلا اليوم معنا نحن فرح، فرح من نيو جيرسي، عمرها 32 سنة. فرح مرقت across the promotion اللي عاملينها مشان برنامج الجسر، وحبت تكون جزء من هالبرنامج، سو كانت القصة عندها شوي مثيرة، سو كانت مبسوطة انه البرنامج اخذ طابع الميك اوفر، وكان عندها حلم على طول انه يكون عندها الستيج لوك، يعني حابه تكون لايك مثل سوبر ستار، سو كل حياتها ما صار لها تشانس لحتى تعملها ولحتى تكون عندها هالظهور الانيك، يعني الدريم لوك اللي عندها اياها تكون سوبر ستار. سو اليوم بعد ما شافت الادفرتايزمنت عن الشو، سو حبت تجي ويكون عندها هيدي اللوك اللي عم تحلم فيها. ونحن اليوم حنجرب نساعدها انا وايلين لحتى نعمل لها هالميك اوفر، حنجرب نشتغل على شعراتها، على وجهها، على اللوك اللي عندها اياها. هي بحياتها اليوميه كايند اوف بزنس وومن، عندها شركه استيراد وتصدير، سو ما اخذت ولا مره، يعني مش بالفاشن اندستري، سو حابه اليوم تلوك ان ذات لوك ذات يو ريلي looking forward to it. بنجرب نساعد قد ما فينا. إلي thank you. ما في شك إنه هي بأيادي أمينة. رح نبقى نرفقك طوال الحلقة كرمال نشوف شو اللي عم تعمله. ولكن بموضوع تاني كمان نسائي ومهم جدا، معي ضيفي باستوديو الدكتور لبيب رياشي. دكتور مساء الخير. مساء الخير. دكتور لبيب، رح أتركك حضرتك تعرف عن نفسك للمشاهدين. حضرتك طبيب نسائي، ولكن مثل ما بتحب تقول عن نفسك منك the regular OBGYN. خبرنا شوي صغيرة عن حضرتك، أصلك لبناني، كيف بلشت، كيف جيت على أمريكا؟ مرسي لتستضيفينا ونعمل
نحط اللايت على الموضوع اللي كتير مهم اللي رح نحكي عنه. أكيد. بدايتي بلشت من لبنان وقت جيت من الـ AUB وعملت اختصاص الطب بآخر ما عمر الله بيقوله. رحت على الـ the islands and the Caribbean islands and then بعدين جيت على أمريكا و I landed in New Jersey. أوائل التسعين specifically. يلي عمل لي الاتصال مع الطب والشغف بالطب وبالجراحة هو كان عندي special case بالعائلة عندي قريبة لإلي suffered من ovarian cancer يلي هو سرطان المبيض ورفقناها برحلتها على أمريكا وبمعاناتها وانغرمت بالجراحة وكان بدي مثل كأنه فندتا أعمل جراحة قد ما فيني تكتشف الأمراض يلي النسوان بيعانوا منها وthey suffer a long time معك. بقى اجت الجورني عن نيو جيرسي وبعدين درسنا جراحة النسوان بنيويورك وبعد هيدي رحت تخصصت بالاختصاص اللي أنت كنت عم تقولي عنه إنه منا regular OBGYN بأول السنين بأول الآخر mid 90s صار في نيو فيلد بأمريكا كان عم يكبر شوية يلي هو women pelvic reconstructive surgery يلي هن الأمراض شوي المستعصية يلي ما حدا بيحكي عنها وما حدا بيتقبل يحكي عنها ويلي منقول عنها إنه تابو سبجكت يعني عيب يلي هي الأمراض يلي تتعلق بالمجاري البولية وبالبيت الرحم وباليلي بالركتم اريا يلي كل النسوان مثل كأنه منقول they shy away from it بيحتشموا فيها وما بيحكوا فيها وما بيحبوا يعني. قبل ما تشرح لنا دكتور exactly شو يعني incontinence شو يعني prolapse يلي هي يمكن ما بنعرف شو معنات الكلمة ولكن في كتير نساء بعينوا من هالمشكلة. أنا رح أطلب من جميع السيدات يلي عم بيحضرونا الليلة إنه يتصلوا فينا أو إذا بحبوا يبعثوا إيميل سؤال أو سؤال عبر الفيسبوك البرنامج لأنه الدكتور موجود معنا وهو طبعاً راح يجاوب على كل الأسئلة اللي بتتوجه لإلك. فإذاً شو يعني incontinence شو يعني prolapse دكتور؟ الانكونتيننس هي وقتها حيلا بتصير عند النسوان وعند الرجال بس بنحكي كتير أكتر عند النسوان لأنه النسوان عندها هالبروبلم الإشكال اللي بيصير مع المجرى البول المبولة اللي هي بتطلع البول في عندها مجرى صغير من المبولة لبرة الجسم هيدا المجرى مع المرة اللي بتكبر بالعمر أو بتخلف كذا ولد أو ولد واحد وبتكون هالتخليفة طويلة كتير بتدفش كتير ليطلع البيبي بيأثر على هالأريا المنطقة اللي بالفاجينال أريا وبترتخي بهالارتخاء بتصير المرة يلي بدها تروح تعمل مثلا شوبينج وعم ترفع الأغراض بوب بتنزل بتروح بيبي أو يورين أو بول بلا ما تحس هلأ بيجينا نسوين عم بيعملوا زومبا كلاس بدهم يعملوا دايت ما بيقدروا يعملوا بيركضوا لحظتين بينزل البيبي في عندك نسوين ما بتقدر تلحق لتروح تتعمل بيبي بتوصل على الباثروم بيكون نزل البول هيدا الانكونتيننس وقتها ما عندك كنترول ما عندك باور على القوة على جسمك لتقدر توقفي ينزل البيبي أو البول قبل ما بدك أنت توقفي والبرولابس هيدي الشغلة قبل ما أطلع على البرولابس بتصير كتير كمان بدول أفريقيا وقتها بيروحوا بيخلفوا ما في حدا ما في حكمة بالمناطق بيصير عندهم كمان مثل ما بيقولوا بينقص بينجرح شو اسمه ما بيلحم مزبوط بيصير في بابولة بتنزل كمان من مناطق تانية بيصير في continuous incontinence عنا بأمريكا كلها بالنسبة للأفعال يلي بتصير من الولادة والعمر البرولابس هو وقتها بيصير هبوط يعني هالبرولابس كمان شغلة بيحسوا فيها كتير عيبة ما بيحكوا فيها لسنين بتبقى المرأة عايشة جواتها ولحتى يلي بيكون معها بالبيت والجوزة أو حدا ما بيعرف بهالشغلة إلا ما يكون عم بيشوفها وبتخبيها لأنه منشوف كتير نسوين بيجوا بعد سنين من هالشغلة الهبوط بالمبولة يلي بتطلع المبولة برات الجسم ما حدا بيريد يكون عنده شغلة برات جسمه طالعة منه كيف تا المرأة يلي بيكون عندها هالمبولة طالعة من جسمها
أو بيت الرحم قاش طالع على برا. طيب بتضلها تقدر تعيش حياتها يعني ما بيجوا لعندك أو ما بيروحوا لعند الطبيب بس يصير في حالة من هالنوع؟ يعني تالمرة تروح عند الطبيب بده يكون عندها education، بده يكون عندها تنوير إنه هيدي الشغلة مش مزبوطة. في عنا كتير كمان لحنا مننور شغلتين بالطب، الطبيب والمريض. نعم. لأنه في عندك أطباء بيسموهم gatekeepers، يعني بتجي المرة لعندهم أول شيء يفحص لها البلد بريشر او يعمل لها شيء، او الريجولر الاو بي جي وان يلي بيعملها يلي منهم معودين على الاساس وبيفكروا انه العمر بسيطه يعني بركي تتحسن يعمل لي شويه اكسرسايز وكذا وهيك، والمره ما بتحس انه لازم تقول له هلا للحكيم بيفحصها بتفل. هذه الشغله بدنا نعالجها يعني مزبوط بتضل سنين. وكيف تكتشفنا هالقصه انه هالتابو هيدا عيب؟ كثير نسوان بيجوا بيكونوا اوريدي ديبرست يعني منحطين منحطين في احبطات كثير مزبوط ديبرشن بتكون عندهم هن وبعدين على الكابل تبعهم. يا ما في ناس بيجوا بيجي جوزها للمره بيقول يا عمي في شيء غلط انا ما معقوله ما بقدر في شيء عم بيصير مع مرتي بليز شوف لنا اياه. نعم. وهيك مسار عم بتاثر كثير. هل شغله فيلد جديد صار له شي 25 سنه بامريكا واتس بومينج ليه كمان؟ لانه دي ايجينج بوبوليشن عم بنعمر اكثر. يعني المراه اللي عم بتخلف عم بتضل عايشه وعم نعمل لل 90 و95 و100. دكتور بدنا نحكي عن الحلول يلي هي موجوده بايدك، ولكن قبل بدنا نطلع على كليب. قبل ما نوصل على الكليب اللي بدنا نفسره للمشاهدين انه حضرتك اختصاصك يلي بميزك عن غيرك هو الروبوتكس، فسرنا شوي صغيره كيف تستعمل الروبوتك بمعالجه الانكونتيننس والبرولابس. الانكونتيننس نكون صريحين معالجتها كانت من 10 سنين و15 سنه انه نشق المريضه لنعمل لها العلاج وبتبقى المريضه يومين ثلاثه بالمستشفى. الانكونتيننس هلا تعالج بطريقه اسمها مينيمال انفيزيف، اسمه سمول سلينج، يعني مثل تيب سكوتش تيب صغير يلي هو شيء 12 سنتيمتر 6 سنتيمتر من كل ميله، بنحطه تحت هالمجرى تبع المبوله يلي بيطلع لبرا بيكون عنده سبورت ميكانيزم. هيدا ما بينعمل روبوتيكلي، اتس مينيمال انفيزيف. نحن كنا فيري لاكي التيم تبعنا وانا شخصيا رحت على اوروبا وبلشت هي بفرنسا وببلجيكا وجبناها على امريكا. كنا بال2010 اول ناس حطوا المينيمال انفيزيف تيب بامريكا وبلشنا فيها قبل الاطول منه بال2004 و2003. بقى هالعمليه اللي بتاخذ 5 دقائق ل10 دقائق بتصلح الانكونتيننس اللي هو البول اللي بينزل بلا ما يكون عندها كنترول المراه، بعشر دقائق عندك 90% تحسن. هذه الشغلة it's unbelievable. طيب الروبوتكس، الروبوتكس اللي احنا كنا نعمل كمان في عندك two approaches، اثنين بتعالج الهبوط، one بتجي من الفجينة يعني من تحت بتقدر تعليه، والثاني من البلي. كمان زيت الشيء من 50 سنة كنا نعمل لهلأ العمليات بتفتح بتشق المرأة شق كبير بتبقى 3-4 أيام مع وجع وكذا. بالروبوتك سورجري عم نفوت بسمول انسيجن 8 مليمتر اقل من 1 سنتيمتر من حد اربع صغار بفوتوا مع كاميرا ومن نشرع هالهبوط وبتفل المرأة بنفس النهار وماكسيموم 23 ساعة. هيدي ريفولوشن يعني مش عم كرمال نفرج المشاهدين اللي عم تحكي عنه. دكتور نحن كاميرا الجسر كان إلى الاكسكلوزيفيتي الحصرية إنها تكون بالمستشفى مع دكتور لبيب بغرفة العمليات. دكتور لبيب أخذنا حضرتك بزيارة لغرفة العمليات وفرجيتنا هونيك شو بتعمل مزبوط. خلينا نشوف هالكليب المصور وأكيد المشاهدين بيفهموا أكثر. مرسي. احنا جربنا بالروبوتك سيرجري نعملها بلا ما نشق كبير، بقى عملنا اربع سمول انسيجن بيطلعوا اقل من 1 سنتيمتر 8 مليمتر ايتش وان، واخذنا وقتنا وعالجناها. الصوره يلي بتفرجي سم اوف ذا فايبرويدز يلي الالياف يلي فينا نفرجيكم اياها بتشوفوها على هالكمبيوتر multiple enlarged كبار لياف وين ما كان باليوترس بنسميهم فايبرويد رايحين طالعين فوق لحتى الامبلايكس. قررنا نعملها روبوتيكلي وكانت ناجحه كثير وبنعمل كثير مثلها. وهيدي المره فلت بعد 12 ساعه على البيت بدل ما تبقى
ثلاث أربع أيام بالمستشفى ويصير عندها ميجر كومبليكيشن. وبما أنه عملنا لها هيك عملية ما خسرنا كتير دم، لأنه الأدفانتج تبع الروبوتك أنه عندك كنترول لكل القصص يلي بتكوني عم تمسكيها بالإنسترومنت يلي عم تمسكيهم، يا منحرقهم يا منمسكهم مزبوط ومنقصهم. وعندنا 10x magnification، يعني منكبر الصورة 10 مرات زيادة. ولحنا هلأ فايتين على غرفة الروبوتك سيرجري يلي بدي فرجيكي إياها، لأنه بالروبوت الغرفة كتير مهمة تكون الاركيتكتشر تبعها فيه تحرك، فيك تتحركي تطلعي على المريضة ترجع تجي على الروبوت. رح فرجيكم أربع قصص very primordial يعني بالروبوتك سيرجري. إذا بتجي بتشوفي منخلي لك أول شيء نفرجيكي الروبوتك ديزاين، بتشوفي إنه هالروبوت مثل رجل آلي، يعني مع إيدين. كل إنسان عنده إيدين، هيدا عنده أربعة، واحدة منهم بنستعملها للكاميرا، بنحط الكاميرا فيها، وهوليك الارمز بنستعملهم الايدين لنحط فيهم انسترومنتس. هول الانسترومنتس بنحطهم بهالمنطقة هيك populated، وبعدين بنصير نقدمهم بقلب المريض ليفوتوا بالبطن. بعرفكم على الكونسول بنسميها، اوكي، هيدا الروبوتك كونسول. مطرح ما نقعد كالجراح بيقعد الجراح على الكرسي، الروبوت بتكون محطوط على المريضة تبرم، وعيون اثنين بيطلعوا بهالعيون اثنين يلي هون طالعين. بس يعملوا لوكينج الريتينا تبعيته على الهيك بسمع تيتيتيت، يعني it recognized me، عرفت انه انا عم بتطلع، تفتح الصورة ك 3D high definition 10 times magnification، 10 مرات التكبير تبع الصورة. وبقعد هون، إذا بتشوفي هون في عندي كولي يلي بحط أصابيعي فيهم وبصير حركهم. أنا وعم بحرك هون بيكون عم يتحركوا يلي حطيناهن هون، هول اللي حطيناهن هون عم بيتحركوا من هونيك ببريسيجن يلي هي ما معقولة، unbelievable يعني. على المليمتر، على أقل من المليمتر، على السراوندينج أريا تبع الليجن، على إذا عم نشيل لينف نودز، عم نشيل سرطان، عم نعمل كذا، بتخلينا نعمل شيء. الحلو فيها بهالمستشفى لأنه منعلم روبوتك سيرجري، بعرفكن على التوأم. أول واحد يلي عندي أنا كنترول عليه، تاني واحد يلي another surgeon بريجيت عملي معروف كم بليز sit here. إذا بريجيت بتكون هي كسيرجن قاعدة على هال روبوت، وأنا رح أمشي قدامكم وأقعد هون. صفينا جراحين أنا وهي عم نعمل عملية على فرد مريضة، فرد وقت أنا بكون عم بشتغل. إذا أنا جراح تنقول عندي مشكلة أو عندي باول سيرجري أو شيء بالعملية وبدي دق لواحد اكسبرتيز عنده اخصائي بالبول، بعزمه بيقعد هونيك على تاني وحده، وانا بعمل شغلتي، بعدين بوقف بعطيه الكنترول، تاخذ بياخذ السيرجن، تاخذ هي هون هونيك، بتبلش هي عمليتها، كون انا بترجع بتوقف بالشوي بتقلي ما فيني، انا شفت هلا شغله انت بدك تعملها، كمل انا برجع بتكمل. يعني توينينج مثل توأم السيرجري عم بيصير مع اختصاصين مش اختصاص واحد. او وقت اللي عم بعلم للجراحين يلي عم بيتعلموا للروبوتك ما بيعرفوا اول شيء كيف بيعملوها، كيف بدك تمسكي لهم ايدهم، هيدي مثل كانه عم تمسكي له ايده، بتعطيه الانسترومنت وقت اللي بيقدر يعملها، وبتوقفيه وقت اللي بتقولي له وقف، هيك بدك تعمل. وفي سبيكر انا بحكي هو بيسمع من هونيك او هي بتسمع. كمان وقت وحده بيكون عندها انكونتيننس، وقت بيكون عم بتروح بيبي، بنحط لها سمول تيب مثل شريط صغير، we introduce it من الفجينا، وبتكون مثل سبورت. اجت واحدة عمرها 97 سنة حكيمة، قال لي بليز شوفها لأنه عم بتروح ببيو مش عم تقدر تعيش حياتها مثل ما هي، وكذا حكمة رفضوا أنه يتعاملوا معها على أنه 97 سنة، اعتبروا أنه هيدا الشغلة مع العمر وبتصير هيك. أنا رحت شفتها ومن بعد ما حكيتها كمان عتلت هم على 97، بس من بعد ما عملت الانترفيو معها شفت أنه
هل مرام أسر كتير بالكونديشن تبعها، وبهالعملية اللي بتاخد 10 دقايق it's impossible من نقدر نساعدها. بعملنا لوحدة عمرها 97 year old, we gave her back her freedom, بنسمي حريتها كيف تتصرف. كان حبها انه تزرع برا الشتلاتة وتروح كل يوم مرة بالجمعة تلعب بريدج مع أصحابها. بعملنا لها العمل. يعني موضوع كتير مهم. نحن رح نرجع نكفي الانترفيو مع دكتور لبيب رياشي، ولكن لحظات مع الإعلان ونرجع نكفي. مشاهدينا بنرجع معكم مع ضيفي دكتور لبيب رياشي. دكتور، كنا حكينا وفرجينا المشاهدين قبل عن استخدام الروبوتكس وعن معالجة حالات الانكونتيننس والبرولابس. بدي ارجع احكي عن الانكونتيننس بالتحديد، لانه في كتير اوقات بكون مثلا بالسوبر ماركت بشوف نساء بيستعملوا او بيشتروا يعني مثل بسمون يعني نوع من البروتكشن ضد الليك اوف ذا يورين، بالوقت اللي في حلول، في حلول وحلول كتير بسيطة بعشر دقايق. كيف بتكون عملية، بتقوموا بعملية التوعية تجي لهالموضوع هيدا مع هالنساء؟ هيدا كتير مهمة شغلية اللي قلتيها، ومثل أقوله بالعربي مضحك ومبكي فرد الوقت. مزبوط. لأنه أنت شفتيها، بس أنا كمان I witnessed live وتبروح بشوفهم بحطون تحت التشيز وتحت التفاح وتحت هيك، وبيطلعوا شمال ويمين بيشوفوا اذا حدا عم بيطلع، بس يشيلوا بنسموهم البامبرز تبع الومن، يعني اذا بدك تقولي اللي هن للوقايه من الانكونتيننس. وبس بيوصلوا ليدفعوا بتشوفيها للمرأة بتشيل التفاحه وبتشيل كل شيء هيك، اخر شيء كانوا عم بتخبي كمان لتدفع هيدي، تتقول لك انه لحتى بالموست انتمنت مومنتس تبعها وقتها بتكون عم بتروح تفكر عم تشتري الوقاية تبعها مستحية فيها. نعم. يعني مأسرة فيها وما قادرة تحكي عنها. صح. كيف منعمل لحنا وقت بلشنا، وقت أنا بلشت بال2001 هون، وقت جيت أنا من أتلانتا وقت عملت اختصاصي بهالشغلة بأتلانتا جورجيا، وجيت عن نيوجيرسي قلت لهم كيف بدنا to break the taboo. نعم. بدنا نكتشف كيف بدنا نوصل لعند هالنسوين وعلى الحكمة. فبلشنا نعمل small talks مثل ما كنت بتعملي بالانتخابات، العالم بيجوا بيعملوا council talks وبيروحوا township meetings. لحنا كنا نروح على fire station نجتمع مع النسوين يلي هونيك تبع شو اسمه، كنا نروح نعمل free lecturing للcommunity وهيك. سو اخترقنا جدارات كمان بالمستشفى، نجتمع مع النورسز نوعيهم، نجتمع مع الحكمة يلي هن primary care بيشوفوا أول شيء المرضى ونفسر لهم أنه هالكونديشن ما ضرورة المريضة تسفر فرام وتتعذب فيها. وبعدين بالمكتب عنا كل مريضة بتفوت ما نستحي نسأل، ما نستحي نواجه، وترجع هي تقول يي عم بيسألني هالحكيم ليش مزبوط بتصير معي. نعطيها كويستشنير هي وناطرة، هي وعم تعبي اسمها، بنسألها ثلاث سؤالات ما منا كتار. نعم. انت يا هل ترى شي مرة نزلت بيبي بلا ما تعرفي؟ انت وعم تحملي او عم تهتمي بولادك وترفعيهم قصص بتسألها إلها علاقة بالعمر الانكونتيننس؟ ايه إلها علاقة بالعمر. نعم. The more you age هالعمر بيكبر بيصير في ارتخاء اكبر. بس كمان إلها علاقة بالعمر الجن، يعني اللي بيكونوا young. ليه؟ بتكون عم بتخلف المرأة كمان مع الأولاد والتخليفات وكل شيء بيصير كمان الانكونتيننس. يمكن تكوني أنت أكبر سبورتس وومن بالعالم وتقولي أنا عم بتحرك وبعمل اكسرسايزز، بس ما عم تعمل اكسرسايزز للفاجينال موسلز، للموسلز يلي حوالي المبولة وحوالي البلفيك أريا يلي لحنا كمان بالتريتمنت تبعها منجرب نعطيهم هيك. كل يلي بيشتروا الوقاية من السوبر ماركت ومن شو اسمه يا هل ترى بينبسطوا أول شيء فيها شوي، بعدين بتزيد بتزيد بتزيد. أنا اليوم شفت مرة ما شفتها من 2011. فاتت قالت لي بدي أحكيك كلمتين على السريع بليز. قلت لها شوفي، قال معك حق، أنا شفتك من سنتين، هلأ بدي تعمل العملية قبل العيد تبع الميلاد. قلت لها شوفي هالعجلة صار لي سنتين ما شفتك. قلت لها مني طايقة حياتي. واو. ما بقى فيني أنطر. واو. My life is over. I cannot do anything.
بتطلعي بهالمرة بتقولي طب لحتى حكيناها وقلنا لها وعيناها إلا ما حست إنه غرقت بالمشكلة عم تجي، لحنا عم نجرب نوعي قبل لما يعني نوقع المريض المرضى اللي عم يجوا لعندك على العيادة بيوصلوا بحالة كتير متأزمة أو كتير متقدمة من المشكلة. مزبوط، وبيكون كمان يمكن كمان أوقات عندهم كومبايند، يعني عندهم الهبوط وعندهم الترويح تبع البول، بتصفي كمان عمليتهم دبل، يعني بدك تعمل الهبوط وبدك تعمل الهيك. مشان هيك كتير هم كتير مهم الوقاية. هلأ كيف فينا نتوقع؟ ما فينا إلا للمرأة ما تجيب أولاد، نعم ما معقول، بس فينا كمان نتوقع نعرف انه نعالجها دغري بعد الولاده، تعمل اكسرسايزز تقوي الاكسرسايزز بالمسلز تبع البلفيك اريا، ونقدر كمان اذا وحده عم بتخلف كمان نعالج الحكيم يلي بخلفها، مش يخليها تخلف 6 7 ساعات تبقى وتتفج ووجع وكذا، بيكون في شيء كله اتس ريليتد، يعني اتس الوقايه والتعليم مش بس للمريضه، للمريضه للكوميونتي للهيلث كير ولكل هولي. هلا الشغل المنيح فينا نحن سبيشالتي انه وي ار تراينج تو بريك ذا تابو، عم نجرب نكسر هالعيب ونقول انه ما بقى تعيشوا فيه، تعوا قولوا احكوا عنه، في علاج فينا نساعدكم. وبالنسبه للروبوتك سيرجري يلي بخليني كومباشنت اباوت ات، يعني انا بحبها ومثل كانه انغرم واحد بهالتكنولوجي، لانه وي ار تيكينج ات تو انذر ليفل. المره يلي عم تجي ويكون عندها مشاكل عمليات انعملت من سنين، فتحوا لها بطنها وعم بيجيها مشاكل هلا واوجاع وهيك، وعم بيعملوا لها الترا ساوند وام ار اي وكات سكان، وكلهم بيقولوا لها ما بكي شيء، عم نفوت بالكاميرا وعم نشوف مثل بيقولوا تلزيقات اديجنز، اشغال ملزقه ببعضها او اذر ثينجز اندوميتريوسز اذر كونديشن، يلي بالروبوتك عم نقدر نفوت ان مينيمال انفيزيف واي ونقصهم ونزيحهم ونحطهم. وعم بشوف هالفرحة بالنسوين يلي بيجوا بعد جمعة وبيكون حياتهم صار لها 4-5 سنين جحيم وجحيم. ما فيني أقلك الوجع الوجع ما بيرحم والعيب ما بيرحم، لأن المرأة يلي حاسة أنه حياتها مش لقلها وما عم تقدر تعمل activities ما بتقدر تعيش. والحياة الجوزية هلأ كتير مهمة، نحن عم نحكي بالمجتمع الغربي، بس الغربي أو الشرقي عم بيتأثر. إذا الواحد ما عنده علاقة مع significant other زوجه أو زوجته، طيب من هالشغلة وهالجوزة مع مرته ما عم بتحكي فيها، الشغلة بتموت within وبعدين الافتراق بيصير. دكتور أنا بدي أذكر بس إنه عم يجينا كتير اتصالات، ولكن السيدات يعني عندهم، بعدنا عم نحكي عن التابو، ولكن عندهم شوية خجل إنه يطلع على الهواء ويسألوا ويحكوا يعني بالترمينولوجي، يلي أوقات كمان الترمينولوجي عنا حساسة جدا. ولكن أنا رح جرب قد ما فيه أنا أطرح الأسئلة يلي عم توصلنا، وحضرتك طبعا رح تجاوب يعني على المواضيع يلي أكيد بتوصل لعندك حالات كتير كتير متضررة. خلينا نحكي شوي صغيرة عن البرولابس كمان، يعني أنا هذه الشغلة أنا تعلمتها جديد بس بلشت يعني عم بعمل الأبحاث، خبرنا عن هالموضوع. بس فيني أقول لك إنه الصورة بتعبر عن الشاك. وقت واحد عنده شغلة طالعة من جسمه وما بتكون لازم تكون هنيك، شو بيقدر يحس الواحد؟ عم نفسر إنه في مبولة، رحنا ما عم نضحك وما عم نخفف. المبولة هي بتكون compressed، يعني وقتها بنفضي البول بتكون هالقد، والمبولة بتعبي شي 5 قنينة دايت كوك بتصير هالقد. إيماجن إنه إذا طالعة من بيت الرحم مثل كأنه واحد عم يخلف بيبي، شغلي هالقد hanging out برا، كل ما توقف المرأة وتقعد وتمشي عندها شغلة نازلة بين إجريا. نحن المرأة منا رجال، لازم كل شيء يكون جوا، ما فيك تشوفي مرأة كل شيء برا. يعني أنا بقلك في عندي مرأة جوزها راح حرب العالمية الثانية، اهتمت فيه كان paralyzed، يعني تشقله كل الوقت تتحطه بتخته، اهتمت فيه فوق 37 سنة بتذكر. وإجت شفتها من شي 4-5 سنين وعندها هالهبوط، بلشت تبكي بالمكتب، قلت لها شو في؟ أنا على الأكيد إنه هالشغلة مش نهار ونهارين. قلت لي لأ بس ما فينا اهتم بحالي، عم بهتم بجوزي. شفتها من شي 7-8 أشهر، قلت لها شو صار معك؟ قال جوزي توفى هلأ اهتم فيه.
بقى تقلك قد العالم عم بيضحوا بيغيرون وعم بيعيشوا بالتابوت تبعهم. هيدا مثال كبير على تضحية النساء يعني بحياتها وبجسمها. مشان هيك عم نقول للنسوان بليز عم نعيش يلي عم بتعيشوه لقدنا عم نشوف المصايب اللي عم تمرقوا فيها. طيب دكتور بعد عنا يعني وقت كتير ضئيل على البرنامج. قلنا شفنا بالروبورتاج انه حضرتك عملت عملية على سيدة عمرها 97 سنة. مزبوط. شو الرسالة اللي بتوجهها لكل المشاهدات يلي عم بيحضرونا اللي عم بيقولوا بينهم وبين نفسهم بس ما انا كبرت خلص شو صاير علي؟ شو بتحب تقلهم؟ الكبر ما بعين كل واحد شيء تاني. في واحد يكون عمره 25 سنة ويقول لك أنا كبير كتير. والعف واحدة عمرها 100 سنة وبتنبسط تقعد معه وتحكي معه وليك. وأنا بنبسط بالكبار أكتر مكتير من الصغار. ليه؟ لأنه عم نتطلع بحدا عانى وعاش هالحياة وبتشوفيهم عم بيتعذبوا. هالشغلة إذا أنا فيني ساعدهم فيها يلي هي منا سرطان ومنا شغلة بتقضي عليهم بس بتخلي حياتهم كل يوم تصير أحسن يعني اللايف ستايل ليش ما بدنا نعملها؟ طبعا احنا عنا بنسميه عندي بالمكتب كلوب اوف ذا 90s. مش واحدة واثنين ثلاثة. Everyone is alive as long as they're breathing and they're happy. هيدا كلام كتير حلو. بدنا نعرف انه هيدا الشغلة ما بتوقف هون. طبعا طبعا دكتور لبيب نحن كتير مبسوطين انه حضرتك شرفتنا وشفنا هالروبورتاج المهم كتير عن الاعمال اللي عم بتقومها. الله يقويك وتضلك على طول بهالهمة. الكلوب 90s او كلوب 80s او ان شاء الله 100 النساء بإيديك هني بأمان. نحن نشكرك again على وجودك. لأنه يشد light on these subjects يعني هالقصص يلي ما حدا بيحكي فيها وعم بتحركوها. انا بهنيكم وبهني البرنامج تبعكم وبدعمكم وهيك عم تدعموا النسوان يلي عايشين بهالتابو. شكرا دكتور. نحن لحظات مع الاعلان وبنرجع من كافي. اللي بتأثر بالنوره اللي بتأثر بالنوره الحقها عيون الشباب